احفظوا هذا التاريخ. يوم 30 مايو سنة 1957، اي بعد قيام الثورة المباركة بخمس سنوات. 30 مايو 57، 31 مايو 57، 30 مايو يوم الخميس، 31 مايو يوم الجمعة، والسبت 1 يونيو 57، والحد وقعت معركة في ارض مصر يندى لها جبين الحياء خجلة. كانت هذه المعركة بقيادة خالد بن الوليد، معاذ الله، بقيادة سعد، لا، بقيادة النعمان، لا، بقيادة صلاح الدين، لا، بقيادة سيف الدين قطز، لا، بقيادة من يعن، بقيادة البطل الكبير والفاتح المنتصر الجنرال زكريا محيي الدين. فماذا حدث في طرى؟ والله ان الذي حدث في طرى لم يحدث مثله، لا في نازية المانيا، ولا في فاشية ايطاليا، ولا في معتقلات سيبيريا، ولا في محاكم التفتيش في اسبانيا. ان الذي حدث ان جمال سالم حاكم جماعة المسلمين محاكمة كلها ظلم. سنة 54، حافظ صورة آل عمران 25 سنة اشغال شقة مؤبدة، صورة الامثال 15 سنة اشغال شقة، صورة التوبة 10 سنين اشغال شقة، صورة الحشر 5 سنين مع وقف التنفيذ، وهكذا. ودخل خيرة شباب المسلمين السجون، واخذوا يقطعون صخور الجبال حولين كاملين. ومن قوانين السجون ان من قطع الصخور حولين فانه يحول الى المصانع والورش. هذا القانون يسري على جميع المجرمين ما عدا جماعة المسلمين. ولما طالب شباب المسلمين بحقهم ليأخذوا مكانهم داخل السجون، كان عددهم في السجن ترى وحده 180 موحد، 180 شابا من خيرة شباب المسلمين في سجن ترى. في سجن ترى لما ارادوا ان ياخذوا حقهم بعد حولين كاملين من قطع الاحجار، صدرت الاوامر من الفاتح البطل وزير الداخلية بريا، الجنرال زكريا محيي الدين، او زكريا غلاء الدين الذي جعل الارز ب8 قروش. صدرت الاوامر الى ألف جندي من رجال الشرطة ان يتحركوا فورا. الى اين يا زكريا؟ الى تل ابيب؟ لا لا، تل ابيب نحن حبايب، تل ابيب، تل ابيب ازاي؟ ولا سجن ترى. لماذا؟ لياخذوا ما وقعهم في الزنازين، في العنابر، ورابط الجنود، وصدرت الاشارة الى 1000 جندي باطلاق الرصاص في المليان. واطلق الرصاص على 180 شابا كان يسمع لهم دوي بالقرآن ليلا كدوي النحل. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، ولا تقولوا اذكروا محاسن موتاكم، فان النبي لم يقل اذكروا محاسن الموتى، انما قال اذكروا محاسن موتاكم. والظالمون ليسوا من موتانا، الا لعنة الله على الظالمين. ان الرسول يا
فيه كي يحضره الناس. حديث صحيح. صدرت الاوامر الى ألف جندي يرابطون في سجن سرى العتيق بامر من زكريا محيي الدين. محيي الدين محيي الدين اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا قولة الاسد. وسقط الجرحى والقتلى. وكان في احد الزنازين 11 من شباب المسلمين. حاول احد الجنود ان يضع المفتاح ليفتح الزنزانة فابى المفتاح ان يفتح. انه يريد الدخول عليهم ليطلق الرصاص في قلوبهم. لكن رصاصة دخلت في كالون الباب فلم يستطع المفتاح ان يدخل. رصاصة وقفت. وبعد محاورة ومباورة صدر الامر بايقاف اطلاق النار. بيننا وبين اسرائيل لا. بين زكريا وبين شباب المسلمين. وبعد ذلك اثرت المعركة عما يلي. 21 قتيل. 22 جريح في حالة خطرة. 14 اصيبوا بفقد العقل الى ان ماتوا.